أهلا بيكم مع الشيف شربيني. وصفتنا النهاردة دجاج تندوري. المقادير: فرخة متقطعة 8 قطع ووزنها حوالي 1.5 كيلو، 8 فصوص ثوم، معلقة كبيرة زنجبيل طازة، بصلة، حبة فلفل حار، ربع كوباية مية أو عصير ليمون، كوباية زبادي، نص معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة جوزة الطيب، نص معلقة صغيرة كزبرة جافة، نص معلقة صغيرة قرنفل، معلقة صغيرة زنجبيل مطحون، نص معلقة صغيرة هيل مطحون، ملح وفلفل أسود، معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة كركم، معلقة كبيرة معجون طماطم. هقول لكم دلوقتي طريقة التحضير. اغسلي الفرخة بشوية ملح واشطفيها ونشفيها، وبعدين اخلطي الثوم مع الزنجبيل والبصل والفلفل في الخلاط وحطي عليهم شوية مية عشان يكون السائل تقيل، وصبي السائل ده في طبق وتبلي قطع الفراخ فيه وسيبيه لمدة 2 ساعة. بعد كده هنعمل الصلصة. حطي الزبادي في طبق وحطي عليه كل التوابل، القرفة وجوزة الطيب والكزبرة والقرنفل والزنجبيل والهيل، وتبليها بالملح والفلفل، وبعدين حطي الكمون والكركم ومعجون الطماطم، وقلبي الخليط كله لحد ما تتجانس المكونات، وبعدين حطي قطع الفراخ المتبلة في خليط الزبادي ده لمدة 1 ساعة إضافية، وبعد كده صفيها وحطيها في صينية فرن متغطية بورق ألمنيوم واخبزيها في الفرن على درجة حرارة عالية. ويا رب أكلتنا تعجبكم وبالهنا والشفا، وتابعونا دايما مع وصفات الشيف شربيني.